اسمها عن واحد اسمه جون خبز. لا واو جزعتي رائعة. تعمل ايه يا خواجة؟ ده أسري مش للبس. أنا مش أي حدا. بعدين هين يكون للبقلة. سلامي. شوفي. لا أبدا بس حاسس بحركة غريبة. أنت هون عند جون خباز. عملتوا معنا يا رحيم ما بينصف وجميلك رح يضل فوق راسنا. بس تعرفني منيح، تعرف ان جون خباز ما بينسى الجميل، رح يرد لك يا اضعاف اضعاف. بقول لك يا اخوي، الناس دي كانت عايزه منك. اذا انا سالتك مين جبت هالضوء الاثري غلبتني. شوف يا رحيم، أنا اللي غير لي حياتي وأنا بمن فوق لتحت. صدفة فيك تسميها طيب الحظ، بس أنا مؤمن الحظ ما بيجي غير للي بيستحق. أنقذت حياتي يا رحيم، جامع هيك بدي إياك تشتغل معي. رجل عملت مش راجل من الموظفين بتوعك، حتى ما عندكش عربية. أنا أول مرة أشوف رجل أعمال بيمشي من غير بوديجارد. 230 نعم، هذا الرقم تقريبا عدد دول العالم، تقريبا عدد شركات. يعني ممكن هذا المكان اللي نحن قاعدين فيه ونقلي أنا ما بعرف. أنت محتاجني فين؟ رحيم أنا حبيتك، أنت أنقذت حياتي، أنا ما بحب كون مديون لحدا. إذا ما وافقت تشتغل معي ما رح تخسر، بس أكيد كمان
أصدقائي استأمنوني على أموالي، وأنا حولهم المصاري اللي بدهم يغسلوها مصاري شرعية وقانونية. شوف، ما في بلد في العالم إلا فيها مسؤول فاسد، وأنت مهمتك تصادقه لأنه هو رح يخدمك. رح تخدم. أنا بحول المصاري من بنك لبنك وبشتري فيه شركات وببيعها، وأبداً ما بخسر، دائماً بربح. مشان هيك الكل بيرحب، كل شركة، والكل بيقبضوا من المصاري اللي بتتحول. إذا فرضنا إنه بدك تحول 100 مليون دولار، بس انت فاهم، يبقى من 50 مليون دولار بس، 50 التاني حتتوزع بالكل. ولو الفلوس اتكشفت شو يعني؟ ما خلص صارت شرعية وقانونية، ما حدا بيقدر ياخذهم منك إلا بإرادتك. إذا انكشفوا أساسا هذا سر. من أول لحظة تقابلنا وأنت عم تحاول تبعد عني، أنا أعرف ليش. علشان أنت مرات شون، الراجل اللي مشغلني. بس أنا بحب. طب وشون؟ كمان بحب. نيكول، مش هينفع. أنت عارف شو عم ترفض؟ فرصة رجال أهم منك بكتير بيتمنوا ربحها. للأسف أنا مش منهم. أنا مش هسافر معك تاني، عايز أفضل هنا في مصر. أنا عمري ما احتاجتك يا أخي، قلت لك هذا الحكي أكثر من مرة. كل ما في الأمر حبيتك. أنا محتاج أستقر في مصر، أهلي محتاجيني. راحتك. هلا صار فيك تحول مصاريك اللي عملتهم برا لهون، اللي يرجع لك. انت يا رحيم تعلمت مني اشياء كتير، وهذا التعليم له ثمن. بدي اياك تكون جاهز لرد الثمن بس اطلبه منك. رحيم، انت ليه رفضت نيكول؟ شو اللي منعك تتجاوب معه يعني؟ علشان هي مراتك. وحي شهامتك ورجولتك، انت رجل فعلا. بس بدي انصحك نصيحة، بعيدا عن قصة نيكول، نصيحة بشكل عام، استجي الفرصة لعندك، تفرط فيها. طب انت ليه ما حكيتليش حكاية سفرك دي قبل كده؟ ما كنتيش تعرفي الجزء ده من حياتي. شفاني رجل أعمال. احنا كنا هنتجوز، وانت كنت هتتجوزني وانا مش عارفه عنك كل ده. وانا كنت اكيد هقولك في يوم من الايام، يعني زي دلوقتي لما جت المناسبه. ايه التمن اللي طلبوا منك؟ ما هو راجل زي ده اكيد ما سبكش في حالك. كان هو السبب في القبض عليا. هو اللي بلغ عنك؟ جون خباز كان بيغسل فلوس للناس في مصر.